كانت التعديل في البحرين احتجاجات ومسيرات شعبية احتجاجا على ممارسات النظام وقمع الحريات، وقامت قوى الأمن برصد الأهالي من أسطح الأبنية حيث أطلقت الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. من جهة أخرى كشف أطباء مفرج عنهم على أساليب تتبعها قوات الأمن ضد معتقلين وصفوها بالأخلاقية. كما قال هؤلاء إن السجون في البحرين تشهد أعمال تعذيب واعتداءات جسدية، داعين منظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف على تلك الفظاعات. قتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 90 آخرين خلال هجوم نفذته قوات الحرس الجمهوري اليمني في صنعاء على مسيرة الحياة التي تطالب بمحاكمة صالح ورموز نضاله. قوات الحرس الجمهوري خطفت عشرات المشاركين في المسيرة بعد أن ألقت عليهم القنابل المسيلة للدموع، فيما منعت قوات الأمن سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى المستشفيات.